صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى النشرة الصباحية. نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية ونستعرض معكم أبرز المواضيع التي تفاعلتم معها على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع العناوين. فيما تتزايد الانتقادات حول الانسحاب من أفغانستان، الخزانة الأمريكية تؤكد أنها لم تخفف العقوبات على طالبان ولا تسهل وصول الحركة لنظام المال الدولي. خطاب سعودي لمجلس الأمن يطالب بمحاسبة ميليشيات الحوثي ومواجهة تهديدها للسلم والأمن الدوليين. أما عناويننا التي رصدت من خلال تفاعلاتكم على منصات التواصل الاجتماعي مع زميلة مي المهندس. صباح الخير مي. صباح الخير تسابيح لك ولجميع المشاهدين. إذن صباح جديد، يوم جديد وموضوعات جديدة ستكون بصحبتنا اليوم، نتعرف عليها من خلال العناوين. سيناتور أمريكي يحذر لبنان من عقوبات في حال حصولها على الوقود الإيراني ويؤكد أن واشنطن تعمل على حل أزمة النفط. تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها، تويتر يطلق اشتراكات مدفوعة الأجر لتوفير العائدات لمنتجي المحتويات. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الساعة، دعونا نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري تصدي دفاعات جوية لصواريخ وصفتها بالمعادية استهدفت محيط العاصمة دمشق. المرصد السوري لحقوق الإنسان بدوره أكد أن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام تستخدمها ميليشيات إيرانية لتطوير الأسلحة، فيما أكد مراسل الحدث أن الغارات جاءت بعد حديث إسرائيلي عن هبوط طائرتي شحن إيرانيتين بمطار دمشق. أفاد مراسل الحدث بوقوع اشتباك في منطقة صلاح الدين في محيط مقر المنطقة العسكرية بالعاصمة طرابلس الليبية. وذكر مراسل الحدث بأن الاشتباك وقع بين قوة دعم الاستقرار التابعة للمجلس الرئاسي ولواء 444 التابع لحكومة الوحدة. وأفادت مصادر الحدث بأن قوة دعم الاستقرار تحاول السيطرة على البوابة الأمامية لمعسكر التكبالي مقر اللواء 444. قال رئيس مجلس النواب الليبي عنقيلة صالح، قال إن ما يشاع عن عدم وجود قاعدة لانتخاب الرئيس أمر خاطئ، مؤكدا أن القاعدة الدستورية موجودة وأقرها البرلمان لأنها اختصاصه. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن لا مجال للمساس بحقوق الإنسان، وأن تونس سترد على أي استفزاز بالقانون ولن تسمح لأحد بالعبث بالدولة وبالشعب. في السودان، أعلن مجلس الأمن والدفاع موافقة السودان مبدئيا على استضافة لاجئين أفغان ضمن الجهود الدولية لمساعدة الأفغان المعرضين للخطر بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد وانسحاب الولايات المتحدة. أظهرت لقطات فيديو أثر الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الولايات شمالي شرقي أمريكا، وتسبب إعصار أيضا في حدوث الفيضانات التي أدت لمقتل عدة أشخاص. وقبل أن ندخل في تفاصيل مواضيعنا الإخبارية، دعونا نتوقف لنذكر بالسؤال الذي طرح البارحة على منصات الحدث للتواصل الاجتماعي معك مي. نعم تسابيح، يعني سؤال الأمس لاقى مشاركة كبيرة من رواد التواصل الاجتماعي في العراق. بداية دعينا نذكر بهذا السؤال، سؤال التصويت الموجود مشاهدين على حساباتنا في تويتر ويوتيوب كوميونيتي، كان يقول: هل أنت مع إعادة فرض إلزامية التجنيد في العراق؟ التصويت ما زال مفتوحا، وبعد قليل بالتأكيد سوف نعلن النتائج، كما ندعوكم إذن لمشاهدة البث الحي على قناة الحدث في يوتيوب. إذن هذا كان سؤال الأمس تسابيح، بعد قليل ألقاك لمعرفة النتائج. شكرا لك مي. شكرا.
أكدت الخزانة الأمريكية أنها لا تخفف العقوبات على حركة طالبان ولا تسهل وصول الحركة للنظام المالي الدولي. يأتي ذلك بعدما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت أن واشنطن لن ترفع العقوبات عن قادة طالبان وأنها ستحكم على الحركة بأفعالها مستقبلا، وأوضحت أن أمريكا تأخذ خطر سقوط ضحايا مدنيين في ضربات الطائرات المسيرة على محمل الجد. We've not reduced sanctions pressure on the Taliban leaders or the significant restrictions. لم نقلل الضغط عبر العقوبات على قادة طالبان ولم نرفع القيود المفروضة عليهم بما يخص الوصول إلى النظام المالي العالمي. سنحكم على طالبان بأفعالها وهذا ما نريد توضيحه. سنبقى ننسق مع المجتمع الدولي بهذا الجانب، في نفس الوقت أن نتأكد من وصول المساعدات إلى الشعب الأفغاني، المساعدات الإنسانية والمساعدات الأخرى. في الأثناء يواصل الجمهوريون هجماتهم على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب انسحابها من أفغانستان، وقد طرحوا سلسلة من مشاريع القوانين الهادفة إلى محاسبة بايدن على الأخطاء التي ارتكبت ومساءلة أعضاء إدارته، خاصة التقارير التي تتحدث عن الأسلحة والمعدات الأمريكية التي وقعت في أيدي طالبان، وسط تقديرات بأن تكون قيمة هذه المعدات أكثر من 80 مليار دولار. وقدم نواب مشروع قانون يلزم الإدارة بتقديم تقرير للكونغرس يفصل الأسلحة التي وقعت في أيدي الحركة وطبيعة أي معلومات استخباراتية للبنتاغون، ويأمل الجمهوريون أن يحصلوا على دعم الديمقراطيين لمشروعات تلك القوانين. لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ أغلق الباب على مسألة مساءلة بايدن. المزيد حول ذلك من واشنطن مع زميل بيير غانم. هناك أصوات جمهورية تريد متابعة ملاحقة الرئيس بايدن بشأن قرار الانسحاب من أفغانستان، ولكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ أغفل الباب على هذا الموضوع. بايدن أيضا يريد إقفال الباب على هذا الموضوع. يوم الجمعة سيذهب إلى الجنوب ليرى ما هي نتائج الإعصار أيدا، ويريد أيضا أن يتحدث عن مواجهة كوفيد-19، ويريد أن يتحدث عن انخفاض نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية. صحفيات ومترجمات خائفات من انتقام طالبان. ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية ذكرت أنها تلقت رسائل كثيرة من العديد من الرسائل الأفغانيات اللواتي بتنا في خطر بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابول، مطالبات بإنقاذهن من موت محتم قبل فوات الأمل. وتشكل النساء والفتيات حوالي نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم 39 مليون نسمة، ولا تثق العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية بوعود حركة طالبان بشأن احترام حقوق المرأة، رغم أن الأخيرة سعت إلى تصوير نفسها على أنها أصبحت أكثر اعتدالاً مما كانت عليه عندما حكمت البلاد في التسعينيات، وقد فرضت وقتها قواعد صارمة ومتطرفة جعلت النساء حبيسات المنازل وممنوعات من التعليم والعمل كذلك. من جانبها طالبت رئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإنابة، طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية في أفغانستان، مشددة على أنه يجب على طالبان أن تضمن حماية النساء من التهديدات والهجمات القائمة على التمييز الجنسي. أما مؤسسة تحالف النساء في الصحافة فقد أكدت أن الكثير من الدول لم تقم بواجباتها على أكمل وجه،
تجاه نقل النساء الأفغانيات إلى خارج البلاد. وتعمل المؤسسة حاليا على مساعدة 300 امرأة لا يزلن عالقات، من بينهن 100 مدرجات على قوائم التهديدات عالية الخطورة. إذن مشاهدينا، هذا وأفادت مصادر مقربة من أحمد شاه مسعود بعودة وقف النار في بنشير بين جبهة المقاومة وطالبان لاستئناف الحوار. هذه المعلومات جاءت بعدما أعلن طالبان فشل المفاوضات مع قوات أحمد شاه مسعود وشن الحرب على بنشير. هكذا بدأ المشهد في بنشير، انتهى الحوار وبدأت الحرب، أعلنها أحمد مسعود في بيان منسوب له ليرتفع صوت الرصاص في ذلك الوادي العصي على طالبان. مواجهات عنيفة في الجبال، وكلا الطرفين يعلنان إحرازهما مكاسب ميدانية. قوة طالبان أقل مما يعتقد الكثيرون، قالها أحمد مسعود مخاطباً العالم. جبهة المقاومة التابعة له أعلنت عن مقتل المئات من عناصر طالبان خلال الأيام الماضية، ورفعت شعار لن نعترف بحكم طالبان ما لم يتم تشكيل حكومة شاملة تضم كافة الجماعات العرقية في البلاد. وطالبان التي تحاصر الوادي منذ أيام تحاول التقدم على الجبهة الأخيرة، وتعلن أنها انتزعت 11 نقطة تفتيش من جبهة المقاومة. موسكو طلبت من حركة طالبان عدم دخول بنشير بالقوة ودعت للحوار، وقالت إنها لا تخطط للعب أي دور للوساطة. نحن نلزم حركة طالبان وجميع الجماعات العرقية والسياسية الأخرى في أفغانستان بتشكيل حكومة انتقالية شاملة، وروسيا لا تخطط أن تكون وسيطا في هذه المحادثات، والجميع مهتم بأن تتوصل طالبان والقوى العرقية والسياسية الأفغانية الأخرى إلى اتفاق. بنشير كانت على الدوام بمثابة العقدة أمام حركة طالبان التي لم تنجح بدخولها بسبب طبيعتها الجغرافية وتكوينها العرقي، وهي مرشحة لأن تكون ساحة الحرب الوحيدة داخل أفغانستان. محاسن حدارة، الحدث. من بيروت تحليلاً لكل ذلك ينضم إلينا سيد أمين سلام المختص في الشأن الأمريكي. سيد سلام، صباح الخير، أهلاً بك معنا في هذه الساعة على شاشة الحدث. ومنذ عودة طالبان للسيطرة على المشهد العسكري والسياسي في أفغانستان عاد الجدل. اليوم لا ينتظر فقط ملامح الحكومة القادمة لحركة طالبان، ولكن السياسة القادمة بالنسبة لبايدن، بالنسبة لواشنطن تجاه أفغانستان. ما محددات هذه العلاقة القادمة؟ أهلا وسهلا وشكرا لاستضافتي. نعم، نحن نشهد الآن مرحلة انتقالية وتحدي كبير للإدارة الأمريكية وبالأخص الرئيس بايدن، كونه المسؤول الأساسي عن اتخاذ هذه الخطوة والتحرك السريع في هذا الاتجاه في أفغانستان. اليوم الإدارة الأمريكية وفي الأيام الأخيرة كانت تنظر إلى التطورات في أفغانستان على المستقبل القريب والمستقبل البعيد من ثلاث اتجاهات. أولا الاتجاه السياسي، وهو مراقبة حركة طالبان والحكومة التي يتم العمل عليها في الأيام المقبلة، من سيكون أعضاء هذه الحكومة، لأن هناك مآخذ كبيرة على بعض الأسماء الذي قد نسبت بأنها كانت إرهابية من الدرجة الأولى في الحقبة الماضية لتحركات أفغانستان داخل طالبان داخل أفغانستان وبارتباطها بالقاعدة وغيرها من المنظمات. من الشق العسكري، الولايات المتحدة أيضا تنظر إلى حركة طالبان الآن بما أنها حركة موجودة في البلاد تشكل خطر، قد جل إظهاره من قبل الروس والصين والدول المجاورة. فهناك خوف عسكري أيضا من الأفرقاء الأفغان الذين ليسوا ينتموا إلى طالبان بشكل كامل، وغير معلوم أنهم قاعدة أو غير قاعدة.
ومن المنظار الاستراتيجي بايدن الآن مع الاتحاد الأوروبي والحلفاء الأوروبيين ينظرون إلى كيفية التعاطي مع أفغانستان بوجود حركة طالبان، هل سيعترفون بهم كقيادة دستورية في المرحلة المقبلة لو تعاملت أفغانستان بالشروط المفروضة عليهم أم لا؟ طيب، ولو كانت السياسة الخارجية لواشنطن لا تحكم فقط بالإدارات المتعاقبة، ولكن اليوم هنالك ضغوط داخلية على بايدن، تحركات ليس فقط من الجمهوريين ضمن إطار القواعد المعلومة للعبة الكونغرس الأمريكي، ولكن هنالك محاولة لعمل اصطفافات من الديمقراطيين تجاه بايدن ما قام به كذلك. كل هذه الضغوط الداخلية هل قد تؤثر على سياسته تجاه أفغانستان والمساءلات القادمة حتى حول حجم الأسلحة التي وقعت بيد طالبان، إلى أين يمكن أن تصل؟ بالطبع الحزب الجمهوري الآن يريد أن يسجل نقاط باتجاه الحزب الديمقراطي وتحديدا اتجاه الرئيس بايدن، فقد شاهدنا منذ الأيام الأولى منذ اتخاذ هذا القرار وتنفيذه كان الحزب الجمهوري بالمرصاد دائما بانتقادات لاذعة وبانتقادات كبيرة، حتى طالبوا الرئيس بايدن أنه يجدر به الاستقالة لأن هذا التصرف يزعزع الأمن والاستقرار الاستراتيجي الأمريكي في المنطقة ويشكل خطر على الأمن القومي الأمريكي. بالطبع الرئيس بايدن كما قد شاهدنا في مقابلته الأخيرة أمام الكونغرس وإدلاءاته الصحفية قد كان حازما أنه كان لابد أن يأتي رئيس جمهورية ينهي هذه الحرب التي كلفت الولايات المتحدة الكثير من الدماء والمال وغيرها، لكن الجمهور الأمريكي أو الشعب الأمريكي أيضا له ترددات فعل كثيرة تجاه كلا الحزبين لأنهم يظنوا أن بايدن قد قام بخطوة شجاعة بأنه قرر أن يقوم بسحب القوات بهذه السرعة وإنهاء هذه الحرب إلى ووضع حد نهائي لها. فالحزب الديمقراطي سيواجه تحديات كبيرة تحديدا بانتقادات تجاه كيفية تنفيذ هذا الانسحاب الذي تتمحور حوله معظم الانتقادات من الحزب الجمهوري، وسيكون على بايدن والديمقراطيين الدفاع عن موقفهم واستكمال الدفاع عن ما قد قاموا به وتبرير نجاحه. من بيروت كنت معنا سيد أمين سلام المختص في الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك سيد سلام على كل هذه الإيضاحات. قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي قال إن حصول لبنان على نفط إيران يمكن أن يجعله عرضة لعقوبات، موضحا أن واشنطن تعمل جاهدة على مساعدة لبنان في الحصول على حاجته من النفط، واصفا مساعي إيران لتزويد لبنان بالوقود بأنها فرصة للاستعراض. وفي حين لم يوضح السيناتور نوع العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها لبنان، أوضح أنه جاء برسالة قوية حول أهمية الانتخابات المقبلة عام 2022، حيث ستتاح الفرصة للناخبين لانتخاب قيادة جديدة وبعض الوجوه الجديدة، ولكن فقط إذا حصلت الانتخابات في الوقت المحدد وإذا كانت آمنة. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، شدد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي في مقابلة مع الحدث نت، شدد على أنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة وأنها لن تكون إلى ما لا نهاية، مضيفا أن خيار الاعتذار عن تشكيل الحكومة مطروح في حال تعذر الوصول إلى حلول. واعتبر رئيس الوزراء المكلف اعتبر أن العراقيل التي تواجه تشكيل حكومته لا تزال طبيعية، مضيفا أنه لن يتوقف عند السجالات التي تدور بين الأطراف السياسية في لبنان. وعرب ميقاتي عن تطلعه للتعاون البناء مع الرئيس ميشيل عون بعيدا عن الشروط والأساليب التي باتت معلومة. في الأثناء ترقب في لبنان لملف تشكيل الحكومة، فيما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن سفينة النفط الإيرانية أفرغت حمولتها في ميناء بنياس السوري وهي في طريقها إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية. المزيد مع زميل محمود شكر. يترقب اللبنانيون ملف تأليف الحكومة كما يترقب الصيرفي
البورصة التي ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى. فبعدما كانت الأجواء تشير في العاصمة بيروت إلى ولادة قريبة للحكومة، عاد التراشق الإعلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وبين رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. الأوساط المتابعة لهذا التأليف وضعت هذه البيانات في إطار تحسين شروط كل فريق في الساعات الأخيرة، وتابعت أن الاتصالات جارية لولادة الحكومة بأقرب وقت ممكن. في المقلب الآخر تتجه الأنظار من العاصمة بيروت إلى المياه الإقليمية السورية، بعدما تقاطعت المصادر إلى أن واجهة السفينة الإيرانية ستكون بنياس، وعليه يعمل حزب الله ويعد العدة لنقل المازوت الإيراني عبر المعابر غير الشرعية إلى منطقة البقاع وبعدها إلى الداخل اللبناني. كل ذلك يجري في ظل ترقب لموقف الإدارة الرسمية اللبنانية التي باتت محرجة في هذا الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي. أما فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، فقد ظهرت ملفات جديدة تضاف إلى كل المعطيات السابقة والتي تؤكد ضلوع حزب الله بالانفجار وبتخزين نيترات الأمونيوم. فكما بات معلوم فهناك ميليشيا خزنت، هناك من تغاضى مجبرا أو لمصالح شخصية في مرفأ لحزب الله اليد الطولة عليه. معلومات جديدة تكشف عن موافقة إداريين كبار في مرفأ بيروت على تخزين مواد النترات في العنبر رقم 12. موقع المدن الإخبارية أوضح أن تلك الموافقة التي سبقت الانفجار بأعوام حصلت رغم غياب أجهزة الإنذار والإطفاء. كما كشفت المعلومات الجديدة عدم أخذ كبار إداري المرفأ تحذيرات المعنيين بشأن سلامة العنبر بعين الاعتبار. أما الأجدد اللافت في تلك المعلومات فهو بروز اسمي مدعا عليه جديد كان يشغل منصب المدير العام للعمليات في المرفأ. وقد حدد المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار حدد جلسة لاستجوابه يوم 6 سبتمبر الجاري، ووفق وثائق حصلت عليها المدن ونشرتها كان لهذا المدعى عليه قرار واضح في خيار تخزين 2750 طنا من نترات الأمونيوم في هذا العنبر. واللافت أن أغلب المعنيين بقرار التخزين موقوفون إلا مدير العمليات السابق، ما يطرح غير علامة، هي علامة استفهام. معطيات جديدة يفيد التحقيق الإخباري بأنها باتت في حوزة المحقق العدلي، وكل هذا تحت مجهر أهالي الضحايا والمتضررين من الجريمة، ما يولد أملا كبيرا في كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت. حول كل هذه التطورات فيما يتعلق بالمشهد اللبناني ينضم إلينا من بيروت القانوني ورئيس حزب حركة التغيير السيد إلي محفوظ. صباح الخير سيد إلي، أهلا بك معنا في النشرة الصباحية. وبداية اليوم الحديث عن النفط الإيراني هو في بنياس في طريقه إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية، هنالك وعود أمريكية بحلحلة هذه الأزمة إلا وفقط إذا وصل النفط الإيراني أولا. اليوم كيف يمكن النظر إلى كل ذلك، المساعدات التي يمكن أن تقدم من واشنطن من جهة، والعقوبات التي قد تقع على لبنان من جهة أخرى من تداعيات وصول النفط الإيراني؟ بطبيعة الحال الإيراني مش محبة بلبنان أو حرصا منه على
مصالح الشعب اللبناني بادر إلى موضوع البنزين الإيراني. موضوع هو موضوع تجاذبي بالملف النووي على مستوى التفاوض الإيراني الأمريكي، ولبنان يستعمل من جديد كساحة وصندوقة بريد. المخيف بالموضوع هو الغياب الكلي للسلطة الشرعية في لبنان بكل أجهزتها بكل مكوناتها، من رأس الهرم وأعني به رئيس الجمهورية الغائب كلياً عن هذا الملف، وصولاً حتى آخر موظف بالدولة اللبنانية. اليوم لبنان أعلن أنه مستباح، اليوم لبنان أرض أصبح أرض إيرانية، وبالتالي من اتخذ هذا القرار الأرعن الطائش لا يقيم أي حساب لمصلحة لبنان. ومن هون عم أقول أنه نحن معرضين بأي لحظة وبأي ساعة وبأي أسبوع وبأي شهر إلى مزيد من الضغوطات على لبنان، لأنه اللي رح يتحمل مسؤولية هو الدولة اللبنانية ومؤسساتها، واللي رح تطلع براسهم واللي رح يعني يدفعوا الثمن هو الشعب اللبناني. أما بالنسبة لميليشيا حزب الله فهو ميليشيا إيرانية لا تقيم أي اعتبار لوجود دولة لبنانية. طيب، واليوم حزب الله من جديد يطرح كالمتهم من الأوائل فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، واسم جديد مدير العمليات السابق. يعني حتى اللحظة لماذا لم يطرح هذا الاسم؟ النترات خزنت منذ سنوات في مرفأ بيروت، يعني لماذا تتكشف الأمور شيء فشيء رغم مرور كل هذه المدة؟ لا، أنا بدي أقول هون أنه نحن كرأي عام أو كإعلام أو كسياسيين عم نعرف بهذه الأمور، لكن طبعا الضابطة العدلية أو قضاة التحقيق وعم بحكي الرئيس صوان وهلأ الرئيس بيطار أكيد كان عندهم علم بكل هذه المعلومات، لكن الإفراج عن هذه المعلومات أو الكشف عنها هو يعني مصدر توقيت، يعني محط توقيت يعود إلى الجهة التي تريد تسريب هذه المعلومات أو لا تريد تسريب هذه المعلومات. وأنا عم بقول لك أنه طبعاً بعد في معلومات أكثر بكثير من اللي كشفت حتى اللحظة. نحن بانتظار متابعة موضوع مالكي النترات، يعني مين باسمهم يلي اشتغلوا يلي هني سبقوا وحكينا عندكم وعبر شاشتكم انه هني تجار رجال اعمال سوريين على تماس وعلى مقربة مباشرة من رأس النظام يلي هو بشار الأسد. طيب، نقطة أخيرة في هذه المداخلة ما يتعلق بالتشكيل الحكومي المنتظر، يعني العراقيل ما زالت هي ذات العراقيل، ما زالت المشاورات مستمرة، ما زالت العقد المتعلقة بالثلث المعطل من الرئيس عون وتياره السياسي باقية، هل يقترب ميقاتي من الاعتذار عن تشكيل هذه الحكومة برأيك سيد محفوظ؟ كل اللي ذكرتيهم ما قالهم عليها نهائيا بالمباشر بموضوع تشكيل الحكومة. طيب، موضوع تشكيل الحكومة يتعلق إلى ما بعد مرحلة ميشيل عون، وبالتالي التحضير جار على كيفية حصول الانقلاب على الدولة ومفهومة، لأنه النهار اللي بيخلص ميشيل عون من ولايته أصبح اليوم في تشكيك أنه يترك القصر الجمهوري. في حكي كتير جد طيب هذا في حال قامت الانتخابات الرئاسية، في هذه النقطة في حال قامت الانتخابات، يعني هنالك حتى تشكيك بأن الانتخابات ستجرى، ولكن اليوم السؤال يعني إلى متى سيظل ميقاتي يحاول الإفراج عن تشكيلة حكومية؟ أغلب الظن وبالمعطيات المتوفرة أنه ظروف اليوم مع نجيب ميقاتي تختلف عن ظروف سعد الحريري وظروف مصطفى أديب، وبالتالي اعتذار نجيب ميقاتي قد يؤدي إلى كوارث كبيرة لا تحمد عقباها. لذلك أصدي الرجل نصائح كبيرة أنه اعتذارك اليوم قد يترك الأمور على غاربها، وقد يسمح لفريق حزب الله الحاكم والمتحكم بأنه يجيب طرطور آخر كما الطرطور الموجود اليوم بالسرايا الحكومي، مع التحفظ على الوصف كليا سيد إلي. لا يعني. كلمة عفوا كلمة طرطور موجودة بالقاموس العربي، وهذه دائما طيب. أنا بستعملها بيعتبروها كأنه هي إهانة، هي منا إهانة طيب. هو الرجل غير القادر لا أكثر ولا أقل. طيب سيد إلي، طيب سيد إلي، كنت تتحدث أن الأمور لا علاقة لها لا بالثلث المعطل ولا بالإصرار على أو من الرئيس عون على تمرير وزرائه والتدخل تماما فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي. اليوم العقدة الأساسية بدأت في شرحها، أين تكمن وإلى متى ستستمر هذه العقدة؟ أول شيء مستمرة إلى ما لا نهاية، لأنه من الواضح بأنه ما يتم الاتفاق عليه بين الرجلين وأعني بهم عون ميقاتي بالليل عم بيصير فيه تغيير كتير كبير، لأنه الظاهر هناك مشرحة يصار تشريح الأسماء المتداولة. اثنين،
ما يخشونه أنه تجي حكومة تمسك بزمام المبادرة ببعض الملفات الاستراتيجية، وهذا ما يقلق حزب الله. إذا طمنوا بالهم أنه قادرين يجيبوا حكومة أو رئيس حكومة قادر يكون مطوع بين إيديهم، لحتى ما أرجع أستعمل العبارة، يكون بنسميها بالإنجليزي هندي بين إيديهم، لا ما رح يفرجوا عنا. وبالتالي هن بفضلوا تضل الحكومة الحالية على ما هي عليه، لأنه اليوم هن لقطين كل الأمور بالدولة اللبنانية من خلال حكومة هزيلة، وشفنا الوزراء وشفنا قدراتهم المنعدمة بإدارة الدولة. من بيروت القانوني ورئيس حزب حركة التغيير سيد إلي محفوظ، شكرا لك سيد إلي على الإيضاحات التي تفضلت بها. يومك سعيد، أشكرك. الآن نعود لمعرفة نتائج التصويت على سؤال البارحة حول عودة قانون خدمة العلم في العراق، ما هي نتائج مي؟ نعم تسابيح، سنتعرف على رأي المواطنين في إلزامية التجنيد بعد توقف هذا القانون ل18 عاما. إذن السؤال مشاهدين الذي كنا قد طرحناه أمس كان يقول: هل أنت مع إعادة فرض إلزامية التجنيد في العراق؟ مشاهدينا، النتائج كانت على تويتر: 55% قالوا نعم، و 45% قالوا لا. أما على يوتيوب كوميونيتي ف 67% قالوا نعم، و 33% قالوا لا. إذن كانت هذه هي نتائج التصويت لسؤال الذي طرحناه أمس تسابيح حول طبعا إلزامية التجنيد. لدينا سؤال جديد في نهاية الحلقة سنتعرف عليه معك في نهاية هذه الحلقة. شكرا لك مي. في نشرتنا أيضا بعد قليل: الحرب في سوريا تنهك القطاع الزراعي والأمم المتحدة تحذر. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. بعثت السعودية رسالة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الهجمات الحوثية على مطار يبها، وقالت الرسالة إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما فاشلا على المطار في يبها، أسفر عن إصابة 8 مسافرين مدنيين وعاملين في المطار من مختلف الجنسيات. وأكدت الرسالة على أن السعودية تتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. ودعت السعودية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته تجاه ميليشيا الحوثي لمحاسبتها ووقف تهديدها للسلم والأمن الدوليين. كما شددت الرسالة على أن الهجمات الحوثية تقوض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن. في الأثناء يواصل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جولته الأوروبية سعياً
لحشد الجهود لتحقيق السلام. في هذا الإطار أوضح بن مبارك أن جولته الأوروبية تهدف لبحث استمرار الحوثيين في رفض كافة الجهود ومبادرات السلام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بن مبارك قوله إن الحكومة ستعمل على حشد الجهود الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام الشامل. ووصل بن مبارك إلى العاصمة النرويجية أوسلو في ثاني جولاته الأوروبية والتي تشمل أيضا هولندا والسويد وسويسرا كذلك. من القاهرة الدكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني انضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور فارس، صباح الخير، وكيف تنظر إلى هذه الجولة الأوروبية التي يقوم بها وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، وما أهمية حشد المواقف الأوروبية لإرساء السلام، إجبار الحوثيين على الانخراط في أي عمليات سلام؟ صباح الخير تسابي، صباح النور مشاهدينا الكرام. هذه جولة مهمة، وأعتقد أنه نشاط محمود لوزارة الخارجية اليمنية. ليست الجولة الأولى، ربما تكون هذه الثالثة بعد أكثر من جولة. والحقيقة أن الإشكالية كانت تكمن في أن أداء الخارجية اليمنية سابقا وأداء الشرعية عموما يتوقف عند إصدار بعض البيانات أو انتظار كثير من المسؤولين الأوروبيين والوسطاء الدوليين الاتيان إلى الرياض والاستماع للحكومة، وكثيرا ما كانت تنقل كثير من الصور المغلوطة عن المشكلة اليمنية، عن مواقف الحكومة وعن تعنت ميليشيا الحوثي، دون أن يكون هنالك مباحثات مباشرة، دون أن يكون هنالك اتصال مباشر مع هذه الأطراف. الدور الأوروبي مهم للغاية، خصوصا والمبعوث الأممي قادم من أوروبا الآن، وبالتالي كان ينبغي تنسيق مثل هذه المواقف، إيضاح الصورة الكاملة، طبيعة مواقف الحكومة الشرعية وتنازلاتها المستمرة من أجل السلام، وطبيعة تعنت ميليشيا الحوثي، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط بشكل حقيقي وبشكل كامل على ميليشيا الحوثي للوصول إلى حل، لمعالجة ما يتحدث عنه الوسطاء بشكل كبير عن الحالة الإنسانية مثلا، دون أن يوجدوا طرق حقيقية لوقف التدهور الإنساني. معالجة الحالة الإنسانية تبدأ أولا من الضغط على ميليشيا الحوثي وإيقاف هذا الدمار المستمر الذي تقوم به ميليشيا الحوثي. هذه هي المهمة، وأعتقد أن إيضاح الصورة لكل هذه الأطراف هو المهمة الأولى التي تقوم بها وزارة الخارجية أو الدبلوماسية اليمنية بشكل أو بآخر، إيضاح الصورة بشكل كبير وحث هذه الأطراف على اجتراح ما يمكن أن يكون حلول حقيقية، حلول شاملة غير مجتزأة، حلول تنبع من حيثيات الحرارة. طيب اسمح لي دكتور البيل، يعني صراحة لنقولها صراحة، هل يمكن طبيعة الحل، هل يمكن التعويل على المواقف الأوروبية؟ يعني الدول الأوروبية تتعامل مع الملف اليمني كورقة ضمن الملف الإيراني، وهي مستمرة في وساطتها تجاه هذا الملف لاعتبارات تتعلق بطبيعة العلاقة بين الدول الأوروبية وإيران. هل يمكن التعويل على هذه المواقف؟ لأن الحديث أن واشنطن هي فقط القادرة على عمل أي اختراق لجهة حلحلة الأزمة اليمنية. هو لا يمكن التعويل صحيح لا على مواقف هذه الدول ولا حتى على مواقف حتى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا أراد اليمنيون أن ينجزوا مهمة حقيقية فبأيديهم، هذه قاعدة أعتقد أنه يعرفها المدركون بشكل حقيقي، لأن أصحاب الأرض وأصحاب القرار هم من يقررون. لكن اليمن أو الحكومة الشرعية أو المجتمع اليمني ارتأوا أن يسلموا الملف لهذا المجتمع الدولي، للوسطاء الدوليين، لكي يوفروا الدماء للوصول إلى السلام بأقل الكلف. لكن للأسف هذه الدول أو هؤلاء الوسطاء لم ينجزوا سلاما حقيقيا، وزادت معاناة اليمنيين أكثر فأكثر. المطلوب من الحكومة الشرعية ألا تقف عند هذا المستوى، لديها خيارين تمضي بهما بشكل حقيقي وبشكل فاعل. يفترض هذا الخيار وهو خيار السلام وإتاحة كل الفرص لكل الجهود الدولية لأن توصل إلى السلام بأقل الكلف، وفي نفس الوقت تسعى على الأرض لإعادة الأمن والاستقرار وإعادة الدولة للشعب اليمني، وهذه مسؤوليتها التاريخية والقانونية بشكل كامل.
لكن لا ينبغي أن تنتظر هذه المواقف وتسير في ماراثون من الزيارات والمواقف والبيانات الدولية واللقاءات التي لا تقدم حلول حقيقية لليمنيين، لأننا الآن أمام 7 سنوات كما ذكرت، وهذه معضلة حقيقية. أمام 7 سنوات لم ينجز منها شيء، ولم تتقدم ميليشيا الحوثي خطوة واحدة إلى الأمام يمكن أن يعول عليها أنها ستنتقل إلى السلام بشكل حقيقي، أو ستنخرط في مشهد سلام قادم ولو كان مربكا. ميليشيا الحوثي ليست معنية بالمشهد السياسي اليمني أو بالمستقبل السياسي بالمطلق، هي معنية فقط بإشعال النار طوال الوقت في اليمن وفي مهمة عسكرية في المنطقة، وبالتالي على اليمنيين، على حكومتهم أن ينجزوا كل ما يمكن أن يوصل إلى السلام أو يقضي على هذه الحرب بأقل الكلف بكل الطرق، ويوازنوا بين هذا وذاك بشكل حقيقي. المهم ألا يدعوا الفرص تذهب، وألا ينتظروا من هذه الأطراف الدولية أن تحقق لهم المعجزة. من القاهرة دكتور فارس البيل الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني، أشكرك على كل هذه الإيضاحات، يومك سعيد دكتور فارس. أطلقت تويتر اشتراكات مدفوعة الأجر في بعض الحسابات مع أداة جديدة، الهدف منها توفير العائدات لمنتجي المحتويات. تأتي الخطوة تماشيا مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها والحد من اتكالها على إيرادات الإعلانات، وسيتسنى لمن يعرفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي أن يعرضوا على مشتركيهم أن يصبحوا من كبار المتابعين ويتلقوا بذلك محتويات حصرية مقابل اشتراكات $3 أو $15 في الشهر. كما ستضيف تويتر لاحقا حيزا حصريا للتسجيلات الصوتية والنشرات الإخبارية. أخذنا بعض الآراء من الشارع، وقد أبدى المشاركون فيها تباينا في أجوبتهم، كل بحسب حاجته لمنصة تويتر. نتابع. والله الصراحة يعني لا، يعني منصات السوشيال ميديا كلها نحن اعتبرها شيء يعني فري للشخص، انه يخش في اي وقت يقدر يشوف المحتوى اللي يناسبه والشيء اللي يبغاه، بس انه ادفع مقابل مال اللي احس صعبة. يعني اذا كان يقدم قيمة يعني جيدة تفيد القارئ ومحتوى ممتاز اكيد يعني لا مانع. ممكن ادفع اذا كان المحتوى يستاهل، يعني ممكن ادفع. أيوة أكيد بقبل، لأنه التويتر يعتبر حاليا يعني أفضل من التطبيقات. إني أدفع مقابل عشان حاجة حصرية في التويتر ممكن أسويها لو في شيء بيفيدني بيضيف لي، لكن شيء ممكن إني أشوفه بكرة أو بعد بكرة ممكن ما أدفع فيه، لكن لو في شيء حصري بيفيدني زي ما قلت لك حدفع فيه. للأمانة يعني أنا لو إني حدفع عن شيء يفيدني، يعني إذا كان في كدروس كشيء يعني مفيد لي حدفع، لكن إن أنا حدفع عشان أتابع يوميات أو أتابع أي عبارات يعني ما تخصني ما حدفع. لا طبعا، في ظل إن ده ممكن أصلا متوفر أكتر كمان على فيسبوك، يعني الناس دلوقتي أو أي حد ماسك صفحات بينزل، ممكن ينزل فيلم كامل على فيسبوك. لو مهم قوي ومحتاجه قوي هدفع، مش محتاجه حاجة مش مهمة مش ضرورية يعني مش هدفع طبعا. فرضت هيئة الرقابة الأيرلندية غرامة على تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك قيمتها $267 مليون لانتهاكه قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخصوصية البيانات حسب ما نقل موقع فوربس. وأشارت لجنة حماية البيانات في أيرلندا إلى تطبيق أو إلى أن تطبيق واتساب لم يوفر معلومات كافية لمواطني الاتحاد الأوروبي حول ما يفعله التطبيق ببياناتهم، وأن التطبيق فشل في إبلاغ الأوروبيين بكيفية جمع واستخدام معلوماتهم الشخصية، إضافة إلى كيفية مشاركته البيانات مع شركة فيسبوك. وقد أمرت اللجنة التطبيق بتعديل سياسته المتعلقة بالخصوصية وكيفية تواصله مع المستخدمين حتى يمتثل القانون الأوروبي، مما يعني أن واتساب قد يضطر لتوسيع سياسات الخصوصية من جهته. أكد متحدث باسم واتساب لشبكة CNBC أكد أن الشركة تخطط لاستئناف القرار. دعونا نتعرف أكثر على منصة التواصل الاجتماعي
تويتر مع الزميلة مي المهندس. إليك يا مي. نعم تسابيح، يعني تويتر لم يكن واضح الهوية في بادئ الأمر، ولكن ملامحه اتضحت تدريجيا. دعينا نتعرف على هذه الملامح. تفضلي. إذا مشاهدين، تويتر كما هو معروف موقع تواصل اجتماعي أمريكي يقدم خدمة التدوين المصغر، والتي تسمح لمستخدميه بإرسال تغريدات من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو إعجاب المغردين الآخرين بحد أقصى يبلغ 280 حرفا للرسالة الواحدة. تم تأسيس موقع تويتر في مارس عام 2006، إلا أنه أطلق فعليا في يوليو من نفس العام. لقى الموقع شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2012، حيث تجاوز عدد مستخدمي الموقع 100 مليون مستخدم، ينشرون أكثر من 340 مليون تغريدة يوميا، فيما وصلت خدمة استعلامات البحث إلى نحو 1.6 مليار في اليوم الواحد. كما عمد تويتر إلى استخدام الهاشتاجات خلال الأحداث البارزة للفت الانتباه. في عام 2013 كان تويتر واحد ضمن قائمة أكثر 10 مواقع زيارة في العالم، واعتبارا من عام 2016 أصبح لدى تويتر أكثر من 319 مليون مستخدم نشط شهريا. إذن كان هذا هو تعريف تويتر تسابيح. يعني ربما هذا الموقع لاقى شعبية كبيرة في الانتخابات الرئاسية عام 2016، حيث شهد الموقع أكثر من 40 مليون تغريدة خلال هذه الفترة. هذا كل شيء. شكرا لك مي على كل هذه المعلومات. شكرا. أظهرت صور في شوارع بغداد رسومات تجسد نبذ العنف في المجتمع. أمين عام بغداد السيد علاء معن ذكر في بيان مقتضب أن رسوم الجرافيتي تعكس فلسفة نبذ العنف والتسامح وتكريم الجمال في شوارع العاصمة العراقية. بعد 11 عاما من الحرب في سوريا، التأثيرات الاقتصادية تظهر بقوة في قطاع الزراعة. حالها حال أي قطاع في سوريا، تتأثر الزراعة بشدة بالحرب المستمرة منذ 10 أعوام، تأثر يترك اقتصادا يعتمد على الزراعة في حالة يأس. نعاني من مشاكل الأجار، الأراضي والأسمدة والري، ونعنى أنه من المشاكل الأدوية، أدوية أيام تجي مي مضبوطا. إنه كودان، مزارع استأجر أرضاً قرب مخيم يعيش فيه في عفرين شمال سوريا، وبات مصيره مرتبطاً بإنتاج هذه الأرض. مشاكل الأساسية هي التسويق، اليوم أصعب الكل، وبيجي بعده الأسمدي، غلاء الأسمدي غلاء فاحش، والمحروقات كمان غالي علينا. وكما كودان كذلك أبو أحمد، حالات مزارعين دفعت بمنظمات الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في سوريا إلى التحذير من أن الضعفاء منهم لا يكسبون ما يكفي لتغطية تكاليفهم. وكما أثرت في قطاع الزراعة، كذلك فعل قطع الأشجار نتيجة توسيع رقع المناطق السكنية. دمية عملاقة سميت بأمل صغيرة جابت شوارع أثينا اليونانية في مقاربة تحاكي رحلة أطفال سوريين غير مصحوبين بذويهم من سوريا إلى تركيا، وذلك في محاولة لرفع مستوى الوعي ومناشدة المنظمات الدولية للتنبه لخطورة هذه الرحلة.
الآن نتعرف على سؤال التصويت ليوم الغد على منصات الحدث معك مي. نعم، إذا نتعرف معا على سؤال التصويت. بداية مشاهدينا، تجرى اتصالات بين واشنطن وموسكو لوضع اللمسات الأخيرة على اجتماع مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكورد والموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافترييف لبحث الملف السوري. وقالت مصادر دبلوماسية للشرق الأوسط إن الترتيبات تشمل بحث نتائج التعاون في الملف الإنساني ومناقشة أمور سياسية في ضوء سلسلة تطورات في سوريا والانسحاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. إذن مشاهدينا، سؤال التصويت يقول، وهو مرتبط أيضا بملف السوري، ويقول: هل ينجح الاجتماع الأمريكي الروسي في حل أزمة الملف السوري السياسية؟ خيارات الإجابة كما هو معروف: نعم أو لا. أما الآن مشاهدينا، ندعوكم للمشاركة للتصويت في هذا السؤال الذي نشرناه على حساب الحدث على تويتر ويوتيوب، ونذكركم الآن بأبرز عناوين اليوم. سيناتور أمريكي يحذر لبنان من عقوبات في حال حصوله على الوقود الإيراني، ويؤكد أن واشنطن تعمل على حل أزمة النفط. تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى توسيع قاعدة جمهورها، تويتر تطلق اشتراكات مدفوعة الأجر لتوفير العائدات لمنتجي المحتويات. موضوعات جديدة تسابيح غدا، وإليك الآن أبرز العناوين السياسية. شكرا مي، يومك سعيد. شكرا لك. فيما تتزايد الانتقادات حول الانسحاب من أفغانستان، الخزانة الأمريكية تؤكد أنها لم تخفف العقوبات على طالبان ولا تسهل وصول الحركة للنظام المالي الدولي. خطاب سعودي لمجلس الأمن يطالب بمحاسبة ميليشيات الحوثي ومواجهة تهديدها للسلم والأمن الدولية. انتهت حلقة اليوم من النشرة الصباحية، ألقاكم غدا، إلى اللقاء، يومكم سعيد.